شارك معكم النهاردة وصفتي للقطايف، وصفة ناجحة وجميلة جدا، بتطلع المسامات ضيقة زي ما بنشتريها من برة، بس امشوا على المقادير والنصايح اللي هقولها ان شاء الله هتطلع معاكم احلى قطايف. طبعا الراعي الرسمي في رمضان هي القطايف، رمضان وغير رمضان انا بحبها جدا، بس ضروري انها تكون موجودة على السفرة عندنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو. هنبدأ نعمل هنا القطر. هحتاج 3 اكواب من السكر، كوبين من المية، ما نحركهمش خالص. انا حطيت عود من القرفة، ده اختياري. هنسيبها تغلي 10 دقايق، وبعدين هنزل نص معلقة صغيرة من عصير الليمون الفريش لحد ما يوصل معايا للخليط السميك ده. لازم القطر للقطايف يبقى تقيل كده، علشان لو خفيف هتشربه وهتبقى القطايف طرية معانا وهتبقى مش لطيفة خالص. هسيبه طبعا يبرد تماما، لازم القطر للقطايف يكون بارد. فعملته اول حاجة. بالنسبة لعجينة القطايف انا استخدمت 2 كوباية من الدقيق متعدد الاستعمالات، حطيت 1/2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة، 2 كبار من السكر. السكر هنا مهم جدا لانه بيديني اللون الاشقر للقطايف، ما ينفعش ان احنا نستغنى عنه. وحطيت 1/2 كوب معياري من السميد الناعم، انصح انه يكون سميد ناعم، ورشة من الملح، وقلبتهم كل المكونات الجافة مع بعض كويس قوي، وضفت 3 كوبايات من المية، وضروري ان المية تكون دافية. هقلب المكونات كويس علشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وعلشان اتأكد ان مفيش تكتلات ابدا انا هاخدها على الخلاط وهفضل اضرب فيها كده، مش كتير لكن هضرب فيها ضربات متقطعة، ونزل لو في اي حاجة في الاطراف ما اتضربتش، وبعدين تكون جاهزة عندي على التسوية. مش هسيبها تخمر نهائيا، ومش هضيف عليها بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم سبب اساسي انه بيخلي الفتحات اللي فيها واسعة، لانه الاكتيفيشن بتاعه بيكون عالي جدا، فما نحطش بيكربونات الصوديوم. هنا الطاسة عندي على نار متوسطة، عملت واحدة معاكم، شايفين المسامات بتاعتها عاملة ازاي، واستوت وناجحة جدا. اول ما نشوف العجين نشف من على الوش خلاص كده هي استوت، ونشيلها على طول، لونها اشقر وجميل تجنن. لو الطاسة حسينا ان هي سخنت مننا قوي ننزل الحرارة عليها. انا اشتغلت على طاستين علشان بس اخلص بسرعة على نار متوسطة. تاني واحدة تحفة. انا بحب اطلعها تكون لونها اشقر علشان لسه هنقليها، فطبعا هتغمق معانا وهي بتتقلي. هنخلص الكمية كلها وهنغطيها ضروري بفوطة كده نظيفة حلوة علشان القطايف ما تنشفش معانا. بالنسبة للحشوة حطوا من الحشوة اللي انتوا بتحبوها، دي طبعا ملهاش مقادير. انا حطيت هنا جوز عليه سكر باودر عليه قرفة، هسيب لكم كل المكونات في صندوق الوصف، وحطيت شوية من الريزن اللي هو الزبيب، وهقلب. وهنا انا هحط 1 معلقة صغيرة من عسل النحل علشان بس الخليط عندي يتماسك، ممكن ان احنا ما نحطوش. وكمان حطيت 1/4 معلقة صغيرة من ماء الورد، ده اختياري، بس لو هنحطه ما نكترش منه علشان ما يمررش معايا الحشوة. وده الخليط اللي انا استخدمته. هبدأ أحشي القطايف. ملحوظة مهمة هنا، بلاش الحشو نوصله للأطراف، لأنه لو وصل للأطراف هيبقى صعب علينا قوي إنه إحنا نقفل القطايف، وهتفتح معنا في الزيت. وقبل ما نقليها نتأكد ونقفل عليها تاني، لو أي حاجة فتحت نقفلها تاني قبل ما ننزلها الزيت، علشان ما تشربش زيت والحشوة تخرج في الزيت وتتحرق. تمام، أنا قفلتهم كلهم. هنا بالنسبة للقطايفاية الحلوة دي انا حطيت فيها كريمي تشيز، انا بحب الحشوة في القطايف بالجبنة. حطي الحشوة اللي تعجبك واللي انت بتحبيها، ونقفلها ونبعد عن الاطراف. انا عملت كمان شوية من القطايف العصافيري الكيوت الحلوين دول، استخدمت هنا معايا في الحشوة جبنة كريمي،
كريمي تشيز حطيت عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. الجبنة لازم تكون بدرجة حرارة البيت، وهنزل عليهم شوية من كريمة الخفق. كل المقادير إن شاء الله هتكون موجودة في صندوق الوصف. ضربتهم كده كلهم مع بعض وحطهم في كيس حلواني، وهبدأ أحشي القطايف العصافيري الظريفة اللي أنا عملتها. نفس طبعا الخليط بتاع القطايف بس عملتهم صغيرين شوية. حشيتهم ودخلتهم من التلاجة من نص ساعة لساعة علشان الحشوة تبقى ساقعة معايا كده ومتماسكة وحلوة. وفي المرحلة دي أنا مجهزة الزيت، لازم يكون على درجة حرارة متوسطة علشان هقلي كم واحدة قدامكم من القطايف. طلعت مقرمشة وتجنن تحفة، شايفين حلوة ازاي؟ نروح نقلي القطايف بقى مع بعض على نار متوسطة، بلاش يبقى الزيت حامي قوي علشان القطايف ما تغمقش، واحنا عايزينها كمان ان هي تستوي معانا من جوه. هي ما بتاخدش وقت على النار، نقلبها كده على الناحيتين لحد ما ناخد اللون الذهبي الحلو. خلاص تنزل معانا في القطر، يكون بارد وصحة وهنا. أنا زينتها بعد ما قليتها ونزلتها في القطر بشوية من جوز الهند شوية من الفستق، حطي اللي يعجبك أو ما تحطيش أي حاجة خالص. وكمان عملت جزء سويته في الفرن بس أنا ما صورتوش علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. حطيت كده بالفرشة عليه شوية من الزيت ودخلته في الشواية 3 دقايق، طلعت بتجنن ومقرمشة وتحفة. القطايف في كل حالاتها يا جماعة بتبقى بصراحة ما بتعرفش تتقاوم خالص. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله استنوني في الوصفة الجاية. عندكم اي سؤال نوروني في التعليقات، ولايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكل سنة وانتم بألف خير.